أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إمام مسجد دائما يقرأ قوله تعالى: قال لهم رسول الله ناقة بضم ناقة، وأخبرته أنك في هذا جعلت الناقة صفة للرسول، ولم يزل مصرا على هذا العمل، وهو إلى الآن يقرأها كذلك، فما العمل على هذا؟ لحن، هذا لحن، لكنه لا يحيل المعنى، وليس صفة للرسول، يكون مبتدأ مثلا، يكون هذا من باب الابتداء وليس. وأيضا هو لحن، ما هو كلام عربي، هذا هذا كلام إنسان ما يلحن، فهو ليست صفة للرسول كما ذكر السائل، لكنه لحن ولا يحيل المعنى، لكن يعدل هذا اللحن، يعدله ناقة الله. نعم، لأن هذا من باب التحذير، أي احذروا ناقة الله وسقياها، احذروا سقياها يعني يومها اللي تشرب فيه، لا تضايقوها. نعم.